مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصري هذه الأيام. ومن بين هذه الملفات التي اخترناها لحضراتكم لنناقشها هذه الليلة هو ملف جد خطير، ملف موجود في جميع المحافظات المصرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ظاهرة النصب التي أصبحت الآن منتشرة في كل مكان، وأصبحت تأخذ أشكالا وصورا متعددة ومختلفة، تختلف من مكان لآخر. كثير من الناس ممكن يكون طلع معاش وطالع بمكافأة نهاية الخدمة، أو حد راجع من الخليج وجايب تحويشة عمره اللي حوشها ومحتاج إن هو يستثمرها في مشروع حلال يدر عليه دخل يصرف من خلاله هو وأسرته، لا سيما إن هو كان متعود على وضع حياتي معين يوم ان كان في دوله من دول الخليج او في اي دوله من دول العالم. ايضا في ناس ممكن تبيع ارض عندها عشان خاطر عايز يستثمره في مشروع يجيب له دخل يعرف يعيش منه. انتشر في الاونه الاخيره ناس كتير بتوظف الاموال، بتشغل الاموال زي ما الناس فاهمه. بياخد الفلوس مني ومنك ويبدا يقول لك انا بشتغل في مشروع، وليكن مشروع ذهب، شركه من الشركات، مصنع من المصانع، ايا كان. وفي الغالب بتكون مشاريع وهميه. حتى المشاريع الحقيقية الموجودة منها للأسف ما بتكونش بالضخامة اللي الناس بتتصورها، لذلك كتير من الناس بتنخدع في مثل هذه المشاريع. بيعمل إيه؟ ياخد منك 100 ألف ومني 100 ألف ومن فلان 100 ألف لحد ما يوصل معاه الرقم مليون أو أكتر من مليون. ويبدأ لو ال 100 ألف افتراض جدلا يعني إنه هيطلع لك من البنك، لو أنت كنت حاطه في البنك يعني هيطلع لك 2000 جنيه في الشهر ولا 1000 جنيه في الشهر، هو يديك 4. فتخيل انه يديك رقم انت اساسا مش متصوره ويديك رقم ربح كويس في الشهر. حضرتك بتتبسط، تعمل ايه؟ تبدا تبلغ بقى اخوك وابن عمك وابن خالك وابن خالتك، وبعض الناس بيبقى عايز يخبي على الموضوع قوي وما يقولش لحد. يقوم بايع عربيته او بايع بيته او بايع ذهب مراته او بايع اي حاجه عنده على اساس ان بدل ال 100 ألف اللي عنده فلان ده يخليهم 500، لان طالما ال 100 بيجيبوا 4000 جنيه في الشهر، طب ما انا اديه تحويشه عمري كلها وهيديني مبلغ كويس، من خلال المبلغ ده اعرف اقدم بقى في بيت كويس، اعمل بيت احسن، اجيب عربيه افضل، اصبر شويه معاه وهلاقي دخل محترم جدا. للاسف ناس كتير جم بالشكل ده، وبدات ناس كتير تقبل على مثل هؤلاء الناس الموجوده في مجتمعنا ويبداوا يدوهم كل الفلوس الموجوده معاهم، ومن ثم تلاقيه جمع 5 مليون، 10 مليون، 20 مليون، اقل اكتر، وفجاه فص ملح وداب. طب ايه اللي كان بيحصل؟ في الغالب هو كان بيديك من راس مالك اصلا، يعني انت مثلا بيديله 500 ألف، لما يديك هو 5000 ولا 10000 ولا اقل ولا اكثر على مدار شهور يوصلك منه مثلا 50 ألف جنيه وياخد هو الباقي، هو كده زي الفل ونصب عليك وحضرتك وثقت فيه جدا، لان ممكن يظهر ليك بصوره طيبه وصوره حسنه والبرستيج الاجتماعي والشركه والمكتب والحاجات اللي هو عاملها فعلا بتخم. للاسف ناس كتير وقعوا فريسه لمثل هذه الامور. وفي ناس ما تعرفش مين هو الراس الحقيقية في الموضوع، لكن هو عرف ان عمر اداله 100 ألف جنيه فهو دخل عن طريق عمر، ومحمد دخل عن طريق خميس، وخميس دخل عن طريق جمعة، وهكذا، ووسيط عن وسيط عن وسيط عن وسيط، وكل هؤلاء الوسطاء بيسمسروا من المبالغ دي، فبالتالي كل هؤلاء مستفيدين. لما دي بقى تحصل المشكلة وتحصل الكارثة والحكومة تبدأ تاخد شكاوى بمثل هذه الأمور، نبدأ بقى نجيب الناس من فوق لتحت أو من تحت لفوق لحد ما نشوف من هو صاحب هذه المشكلة وهذه القضية الكارثية. الموضوع اللي أنا بتكلم عليه النهاردة، كتير من الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يعرف حد من أهله أو من أسرته، أو ربما يكون هو نفسه حصل له هذا الأمر الشديد الصعوبة جدا على أسر ضيعوا كل فلوسهم في مثل هذه الأمور. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيف وضيفكم الدكتور أسامة ناصف، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أيضا يشرفني في هذا اللقاء الدكتور جمال محمد فلويز، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا بك. أيضا في هذا اللقاء أسعد وأشرف بأن يكون معي ومعكم معالي اللواء ممدوح مخلد الخبير الأمني. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. خلونا نبدا مع الدكتور جمال فرويز، عفوا باعتبار حضرتك متخصص في الطب النفسي. ناس كتير بيقولوا هو احنا كشعب ما بنتعلمش، يعني المشكله انا بتكلم فيها دي حصلت في محافظات كثيره ومدن كثيره واماكن كثيره، والاعلام سلط عليها الضوء مرارا وتكرارا، وسمعنا امور كارثيه في هذا الموضوع، ومع ذلك الى وقتنا هذا كل ما حد يقول لحد هات فلوسك اشغلها ويسمع عن مبالغ ربحيه شهريه طائله بيديله فلوس وهو مآمن.
احنا بنتعلمش ولا ايه؟ لا بص، هي مش احنا ما بنتعلمش، احنا بنتكلم دايما على في سيكولوجيه اسمها سيكولوجيه النصاب وفي سيكولوجيه الطماع. تمام. النصاب مش يروح لاي حد، هو بيروح لشخص عارف ان هو طماع. الطماع بيبحث عن النصاب والنصاب بيبحث عن الطماع. انا زي ما حضرتك ذكرت الالف جنيه، مش مئة الف جنيه هتجيب في الشهر كام، الف او الف ونص. تمام. لما بعرض عليك كنصاب بقولك لا انت هديك اربعة، الطماع هيطمع. تمام. فهنا يرسله اللعاب لهذا المبلغ الى جانب دائما صاحب بيوقت في البداية ومش عارف النصاب حتى حاجة. بص دائما النصاب بيدخل ليه مدخل في اللي هي منقول ايه الشكل بتاع النصاب. مش الشكل بتاعه هو الشخصي، ولكن ايه اللي حوالي عشان ادخل. المكان، الشكل، احنا الشعب المصري بطبعنا ايه؟ متدين. متدين. فلازم ادخل لك بالشكل الديني. كل ما ادخل لك بالشكل الديني المريح. يعني في احد الافلام عادل امام فيلم كراكون في الشارع قال لها احنا دفعنا 100,000 جنيه وخدنا اربع بلحات. ليه؟ هو قال له دول اللي هيباركوا لك الاربع بلحات وهتستلم الشقه وباذن الله وربنا قال والرسول قال. خلاص هما كلمتين حافظهم النصاب. للاسف هنا الشخص الضحيه هو اللي بيروح هو اللي بيدفع. بس الصور بقت متعدده النهارده، ما بقاش بس الشخص اللي واخد السمت الديني ده، في شخصيات اخرى كتير جدا في المجتمع. ولكن هي احنا في صور مختلفه دلوقتي عن زمان يعني. ولكن دائما الشكل الديني الاكثر اريحيه للناس. نعم. فاحنا بنروح له واحنا مطمئنين بدون ما بندور على الخلفيه الدينيه بتاعته. نعم. يعني ايام بعض شركات التمويل الاموال، انا اسف، ده كانت بالطوابير والناس بتضرب بعض عشان تحط فلوسها. وكان في كلام من الصحف ساعتها ان في تلاعب وان دي فلوس في البورصه وممكن فلوس دي تروح، ومع ذلك الناس مصره ليه؟ ان الطمع بتاع الانسان، يعني في انسان حريص. طب ليه الطمع؟ ليه ما تقولش ان الضغط ذات اليد؟ يعني ال1000 جنيه النهارده هيطلعوا لي من هنا او هنالك ما بيكفوش بيتي والمصاريف زادت جدا. اخي العزيز، فالناس بقت محتاجه في عرض الجنيه يعني. بص انت النهارده، احنا النهارده كان 18 يناير، هتلاقي في رسائل جايه لك على الموبايلات النهارده، تعال استثمر معانا في كذا وهنديك على 50,000 4,000 كل شهر. انا اسف، دي المنطق اللي يدينا 4,000؟ يعني بيديني فلوسي اللي انا اعطيتها له في سنه؟ ما انا يا انا اهبل يا هو اهبل. انا اسف، هو مش اهبل، هو نصاب وبعتها لك. ما زال بيبعت لك رساله على الموبايل يقول لك ايه، انت عمر الحنبالي ليك 3,000 جنيه اعانه بتاعت الدوله بتديها. وانت محتاج ال 3,000 جنيه وجاي لك على موبايلك انت. عشان حضرتك تتصل بيه انت طالبني بتقول لي في يا فندم ادينا رقم الحساب بتاعك، ادينا رقم الفيزا بتاعتك. شوف بيبدا يسرقك. هو بيسرق ان هو بيطمعك، هو بيرمي لك طعم. في واحد بيفكر مش هياخد الطعم. نعم. لكن في شخصيه طماعه هو بيدور على المزيد. مش بالامان، فبالتالي بيدخل مهما تقول له ومهما تعيد الفلوس بتسيل اللعاب. فاحنا قدام شخصيتين سايكوباتيتين، الاثنين سايكوباس، الاثنين شخصيات مضطربه. واحد بيضحك على التاني لان التاني فاهم ان هو بيضحك. انا اسف، هي زي رول بلاي، كل واحد بيضحك على التاني. انا هاخد منه 4,000 في الشهر وانا دافع 50، يعني هاخد 48. حلو. تمام. كده نصبت عليه. والتاني وانا هديك 4,000، يعني كل واحد بينصب على التاني. فهنا الشخصية هي اللي بتروح. نعم. مع احترامي. وخد بالك يعني في سؤال بس، يعني عشان نقطة قبل ما معالي الدكتور ومعالي اللي هو هيتكلموا فيها، الشخص ده لو جيت انت تقول له ده نصاب وقدم ضده بلاغ، ولا كنا بابعد مش عايزين مصر، مش اطلع لبرا الموضوع انت وسمنا احنا ايه ناخد فلوسنا منه خوفا ان يطرد عليك، وهو عارف انه نصاب. يقول لك لا خلينا كده، ادينا بناخد اي حاجه. يعني نظام، ما هو بالعكس برضه هيقول لك كده نوعا يعني. دلوقتي هو خد مني 100,000 جنيه، لو عرفت اطلع منه ب 50 احسن ما فيش. يعني شوف، يعني شوف هو تفكيره. نعم. الاستسلام للنصاب يوصل لهذه الدرجه ان هو حتى لو الشرطه جت تساله، ان الشرطه عندهم نظام انك لازم خمسه يقدموا بلاغ جرائم النصب، هيقول لك لا مش قادر. يعني يعيق العمل الشرطي. نعم. لمجرد ان هو يساعد النص. طيب معالي الدكتور، يعني انا لما تواصلت مع حضرتك عشان اقول لك عايزين نتكلم النهارده في موضوع النصب، قلت لي ده انا كمحامي يوصلني في الشهر ما يقلش عن قضيتين ثلاثه نصب، وده ان دل في انما يدل على زياده معدلات النصب في المجتمع، لان حضرتك محامي من وسط الاف المحامين في البلد، واكيد بيوصلهم مثل هذه القضايا. حضرتك شايف الوضع فين يعني، رايح لفين؟ وتعديلا كمان منهم على الاقل قضيه توظيف اموال. يعني المشكلة أن المجتمع فعلا لا يتعلم.
فعلا لا يتعلم. ليه؟ دي مشكلة خطيرة جدا. يعني هو طبعا أنا لن أضيف كثيرا إلى ما قاله أخويا معالي الدكتور جمال في سيكولوجية النصاب وسيكولوجية الطماع. ده كلام عظيم جدا جدا ورائع وإحنا بنلمسه حتى في شغلنا. إنما يعني الناس ما بتسألش نفسها إذا كان البنك وهو مسلح بكل الأدوات ودراسات الجدوى وأمناء الاستثمار والعلاقات والناس المؤهلة إنها تستثمر في كل المجالات اللي بتكسب بيديك من 10-15% في السنة، يبقى الراجل النصاب اللي ما عندوش أي أداة من الأدوات دي هيديك 5% في الشهر، يعني 50-60% في السنة. إزاي؟ هذا غير منطقي بالمرة. هي الفكرة إن هو بيديك، يعني هو بيديك من أصل أموالك. أسامة، إن التجارات الخاصة بالذهب مثلا وخلافه من هذه الأمور بتجيب أموال طائلة. لا يا فندم، هقول لك حاجة، التجارات ما يعرفوش يعني. مستحيل لسبب. فضل. سنة 88 لما حصل الموضوع بتاع الريان والسعد وشركات توظيف الأموال، طلع قانون تلقي الأموال 16 لسنة 88، قال لك أنه لازم اللي بيتلقى الأموال يكون في شكل شركة مساهمة، ويكون رأس المال على الأقل 10 مليون جنيه المصدر اللي هو بيتحط ده سنة 88، يعني دلوقتي 100 مليون مثلا أو مليار على الأقل عشان يبتدي يوظف الأموال إذا عدل يعني. طيب من سنة 88 إلى الآن، وأباح للبنوك أنها تتبع نشاط توظيف الأموال تلقي الأموال، وده المسمى القانوني بتاعه. من سنة 88 لحد دلوقتي في كم شركة تلقي أموال؟ ادي رقم كده يعني، قول 10 مثلا. ولا شركة، ولا شركة، ولا واحدة، ولا واحدة. لأنه باختصار هذا المشروع غير قابل للنجاح. لا لا غير قابل للنجاح باختصار، لانك انت دلوقتي علشان تعمل تلقي اموال انت باختصار بتقول لواحد انا هديك فوائد اكتر من البنك اللي هو مسلح بكل الادوات علشان يكسب. باختصار شديد. فدي مساله سيئه للغايه. الناس فعلا للاسف الشديد، انا اسف ان انا بقول، ما تتعلمش. وبعدين يوظفون اموال دون ما يكون تحت مسمى شركه، يعني بشكل فردي. هم بيعملوها فردي كمان. ما انا بقول لك الشروط القانونيه. ولما يجي زي ما مع اخويا معالي الدكتور قال، لازم عدد معين من الافراد 3 فاكثر اللي هم يتقدموا البلاغ. ولما تيجي الكلام ده تبص تلاقي بقى، لان في سلسله زي ما حضرتك تفضلت وقلت كل في مستفيدين كتير، فابتدوا يضغطوا عليه عشان تاخد فلوسك. فالراجل يبقى عنده امل انه ياخد ما تبقى من اصل فلوسه. صحيح. هذا الامل الوحيد اللي بيتمسك فيه، يقول لك الخساره القريبه احسن، انا لو اتقبض عليه مش هاخد حاجه. فهو مثلا ايه، دفع مليون، خد منهم تحت بند الارباح الوهميه 250,000، قال لك انا لو اخد ال 750,000 التانيين يبقى انا 10/10. تمام. وبالتالي مشروع خساره في خساره، ومع ذلك الناس مستمره والناس بقى سبحان الله. لكن في الغالب يعني اللي بيحصل ان هو فعلا كان بيتاجر وبيديله ارباح، ولا هو كان بيديله مراس المال وخلاص في غالب اللي جالك من قضايا سيان. اه في بيتاجر لازم يبقى فيه مشروع. تمام. لازم فيه مشروع كاذب غطاء، أو مشروع غطاء. نعم. يعني بيغطي القصه. لكن هذه المشروعات في حقيقه كونها لا تعطي ولا 10% من الارباح دي. فهو لازم يعمل لك مشروع كشكل كخطاف. نعم. او كطعم بيدخلك فيه، ولازم يبقى حاجه بتلمع. يقول لك انا بتاجر في الذهب في بورصه مش عارف مين، واحنا ارباحنا والبيتكوين ده ولا اسمه ايه بيدي ارباح مش عارف ايه. فالناس الناس مش فاهمه في نفس الوقت طماعه. وضغطه اليد اللي احنا بنعيشه حاليا مع في مجتمعنا مخلي الناس فعلا بتلجا لاي وسيله ربحيه. ضيق ذات العقل. مش ضيق ذات اليد. حته اليد دي انا عايز لا بالعكس، ده ناس من كبار القوم. يمكن دكتور جمال كان دايما معلمنا نقطه مهمه، بيقول لك المثقفين دي مش اللي هم بقى المؤهلات العليا كانوا معروف عند الناس. انا بقول دلوقتي ده من عليه القوم كمان. ان عليه القوم الان بيدخلوا في مثل هذه الامور يعني والفرائس يعني ذات اليد. نعم. الجيل بتاعنا حضر حرب 73، كانت امور الاقتصاديه اسوء من دلوقتي، اقل من دلوقتي. نعم. ليه؟ الثقافه كانت اعلى. دلوقتي المحتوى الثقافي للانسان هو اللي اقل، فبالتالي بيتبع الشهوات اكتر ما يتبع العقلانيه. نعم. حابب الحقيقه اشير الى حاجه بختم بيها الجزء ده، انه في تنفير اجتماعي من التعامل مع البنوك. بيتخذ غطاء ديني مع الاسف الشديد. ده بياخد عاطل في باطل، فتبص تلاقي الناس عندها احساس داخلي مش مرتاحه للبنوك. معالي اللي هو اصبح الان ظاهره النصب زي ما قلنا في بدايه الحلقه منتشره وبشكل كبير جدا في مجتمعنا، وهناك اسر يعني بيوتها خربت هدمت، يعني واحد تحويشه عمره كلها راحت في حاجه زي كده. التعامل الامن ازاي مع النصابين؟
هو انا قبل ما اقول التعامل الامني تسمح لي سعادتك انا بس باستعراض نفرق حاجات بسيطه كده هو للمشاهد عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. هما كلهم طبعا ان في واحد زي ما قال دكتورنا بياخد فلوس من التاني، واحد طماع وواحد نصاب. نعم دول الاثنين اللي هم الفكره واحده، لكن عاوزين نفرق ما بين اكتر من حاجه اللي هي ايه السرقه. السرقه ده اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد التملك وتاخده من غير رغبه المجني عليه، تمام، غير رغبته في غفله منه، واحنا دي عارفين مظاهرها السرقات والنشل والحاجات التانيه زي كده. ندخل في موضوع النصب. النصب ده انت بتدي للمجنى عليه، بيدي للجاني الفلوس برضاه بايده فضل. وقد يجوز كمان ان يكون هناك كما سبق القول ان يكون هناك تهافت في الايه كما انا عاوز اديله الفلوس. دي فرق بين دي وبين دي. يبقى جريمه النصب جريمه محورها الاساسي ناس في الويتنج، يعني بيجي عليه وقت يوهم الناس لا احنا متوقفين لمده 6 شهور بس بالظبط، فالناس اللي تبدا في 6 شهور تتجنن اكتر عدد كبير من الزيت دي مصداقيه بس ده في جريمه النصب. طبعا ده في جريمه النصب. النصب تمام. فعشان كده هو النصب فحواه الرئيسي، ركنه الرئيسي ان يكون هناك فعل مادي، فعل ما دام مادي يبقى عندي يكون قصده اتخاذ اساليب احتياليه. نعم عشان انا اوهمك بانك انت ايه تطلع لي الفلوس اللي من عندك من بايدك تدهاني. تمام صح الكلام. صحيح. يبقى لابد ان تكون جريمه النصب فيها اسلوب ان يمارس الجاني اسلوب احتيالي علشان يقدر يقنع المجنى عليه بايه بان هات الفلوس اللي معاك احنا انا هزودها لك. كما لو كان هدخل في مشروع تجاري، مشروع كبير، انا ذو صفه معينه، انا صاحب مثلا فيلا معينه، انا الوريث الوحيد، اسمي نفسي باسم احد الورثه، اطلع مستندات وهميه باني انا امتلك جزء في المكان الموجود ما شابه من هذا. يبقى لابد ان يكون هناك فعل مادي بقصد ايهام المجني عليه على انه يطلع الفلوس. تمام وضحت. تمام دي فكره النصب. النصب عامه عشان ناخده كده برضو في عجاله، النصب عقوبته الحبس. الحبس يعني اخر 3 سنين. 3 سنين اخر الحبس مهما كان الفلوس قد ايه، مهما كانت الفلوس قد ايه. النصب 3 سنين، وفي حاله العود تضاعف العقوبه، وفي حاله الشروع بمعنى ايه حاله العود؟ انها كررها اكثر من مره بعد ما يطلع يكررها. اه طب السؤال بقى، المبالغ اللي هو خدها من الناس خد منهم بس الاول 100 مليون او اقل او اكثر؟ لا دي عقوبه بالالزام بان يرد الحاجات دي، ما معهوش فلوس، ما هو متحبس طبعا. يعمل لك ايه بعد كده؟ بعد كده المطالبه. طب ما هيطلع واخد محوش تحويشه حلوه ما شاء الله. المطالبه قضائيه يتكلم فيها اخونا الفاضل، وزيدك من البيت الشعر، من الشعر بيت ردي هذه الى ذلك. لكن انا بتكلم على العقوبه الجنائيه. العقوبه الجنائيه بياخد اقصاها 3 سنين، في حاله العود بتضاعف العقوبه طبعا. بس في حاله العود بيلتزم بالقاضي بانه يديله مراقبه من سنه لاثنين. مراقبه تحت ايه؟ مراقبه البوليس. في حاله ايه؟ في العود. العوده لارتكاب الجريمه. ما هو اصلها في حاجه قانونيه اسمها بين الفرق بين العود والتعدد، احنا بس عايزين نبسط للمشاهد تمام ان عاد لارتكاب الجريمه مره اخرى. نعم. تمام. في حاله الشروع اخرها سنه. اللي هو ايه الشروع؟ الشروع في النصب. مشيت معاك في نصب في حاجات احتياليه، لكن في النهايه ما تمتش لاي غرض ما، يبقى دي ان هو ايه اخرك سنه بعيد عنك لغرض ما، بعيد عن رغبه مين؟ نعم. عن رغبه الجان. دي ودي عقوبه النصب. ايه ما اكثر اللي احنا بنشوف. برضو بنفرق بين حاجه وحاجه اللي هي ايه برضو داخل عقوبه النصب، ان قد يكون وانت بترتكب جريمه النصب باسلوبك الاحتيالي بترتكب جرائم اخرى. يعني كما لو كنت زورت عقد ملكيه، زورت محرر رسمي منسوب صدوره الى الشهر العقاري، يبقى انت كده دخلت محرر رسمي الاول، محرر عقاري، يبقى النصب هو لوحدها والتزوير قضيه ثانيه. ده حاجه، دي حاجه ودي حاجه. ده لا تعفي دي عن عقوبه دي ولا تعفي دي عن عقوبه دي. نعم بالجريمه الاشد ما يخص النصب. النصب شرطهم زي ما قال اخونا الفاضل خمس اشخاص. الخمس اشخاص دول في توظيف الاموال، في جريمه توظيف الاموال. لكن النصب ممكن يكون واحد. طبعا ممكن يكون 2. انا نصبت عليك. تمام ده ما يخص الايه النصب. ندخل في جريمه توظيف الاموال. توظيف الاموال تاريخيا بالسرد السريع، اعقاب الانفتاح الاقتصادي، الناس بتورد بتجيب الفلوس بتاعتها من الخارج لاهاليها هنا، بدل ما تروح يا ابويا تصرف من البنك
وياخد منك العمله، بس بديهم مثلا الاخ الفاضل عمر الحنبلي ياخدهم عمر الحنبلي بيديهم له ايه فلوس اللي يوصلهم لابويا مرتاح 100 100. يبقى ده اسمه مارس اعمال البنوك. دي كانت قانون سنه 84. 86 زي ما قال اخونا الفاضل دخلنا في موضوع ايه توظيف الاموال اللي هو الخاص بجريمه الريان والسعدي والهدى عبد المنعم والناس دي كلها. دي لما بداوا هم ياخدوا فلوس الناس وياخدوها ويستخدموها في ايه تكوين شركات كبرى، كان وقتها في شبهه ان الدوله ناويه تقنن هذا السلوك. حصل خلط لدى المواطن، بدأوا هم يدخلوا بقى لدرجة انهم تنامت هذه الظاهرة لدرجة انهم بدأ يضارب في بورصة الذهب على مستوى العالم، بدأ ياخد فكرة مش عارفة توصيل مرافق الميليباص، حاجات اللي الحكاية عليت. الدولة خافت، السجادة سحبت من تحت رجلين البنوك، اتخاف منهم ان هم يكون اهدافهم كيان موازي مش كيان كيان يعني مصدر من مصادر دخل بعض الجماعات الارهابيه في هذا الوقت. فطلع القانون من سنه 86. من 86 الى هذه اللحظه اتغير سنه 2004 2018 تقريبا او 2014 ثم لحد لما دخلنا في الجريمه الالكترونيه اللي هي بتاعت من اول من سنه 18 ولحد سنه 2020 والكلام ده كله. الجريمه التنظيم موجود من 84 و86 والى هذه اللحظه احنا بنقول في جرائم توظيف اموال. ما هي جريمه توظيف الاموال بالنسبه للمشاهد؟ توظيف الاموال القانون اللي طلع بيقول اي شركه عاوزه تمارس توظيف الاموال لابد ان تكون شركه مساهمه، لابد ان ينص فيها ان الغرض منها توظيف الاموال انها يكون طبعا لراس المال المصدر 5 مليون جنيه على الاقل، يكون 1% منه لل اسمه راس مال زي ستوك موجود معين، لازم يكون في 50% من عدد الاسهم للاكتتاب العام، ودي بتتاخد بقى في ايه بورصه وتخش في البورصه راس المال الموجود في البورصه وبتوزع بالكوبونات ومش الحاجات اللي زي كده والارباح السنويه والحاجات دي كلها. اذا لم تكن انت منشئا لشركه من شركات توظيف الاموال كويس، لما كنتش انت عاملها يبقى انت اسمك بتعملها في غير ترخيص. يعني ده اللي بخلى ايه فيه، يا اما تعمل شركه توظيف اموال وفقا للقانون 159 يا اما انت ونص فيها اللي بتاع توظيف اموال مش شيء بس اي شركه مساهمه. تمام. لا في شركات مساهمه وشركات تضامنيه وشركات امن و و و وما شابه من هذا، لكن اذا لم تنشئ الشركه وينص فيها ان يكون هدفها الاساسي توظيف اموال. وفيها دي شرط واحد وحيد لابد زي ما احنا قلنا النصب ركن ركين في جريمة النصب، جريمة توظيف الأموال الركن الركين فيها أن تستهدف جمهور المواطنين. لكن لو أنا ممدوح حب يعمل توظيف أموال خد من حبايبه خد من قرايبه خد من جيرانه فقط لا غير وخد منهم ومعرفش يرجع لهم، ده ما اسمهوش توظيف أموال. اسمه ايه بقى؟ نصب. 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 ترجع لكلمه النصب. تمام. وضحت؟ يبقى لابد ان يكون ركنها الركين ان يكون للجمهور كافه. تمام؟ دي عقوبتها السجن. تمام. السجن. يعني ايه؟ يعني اخرها 15 سنه. اللي هو التوظيف؟ توظيف الاموال. 15 سنه. 15 طيب. سنه. دلوقتي بعد السنوات اقول لك اتفضل. 15 سنه. بس القانون هو ايه الجريمه؟ تحصلت على اموال ولم تقم بردها عند طلبها. تمام؟ طب لو ردتها يجوز فيها التصالح ويطلع يعفى من العقوبه. دي انا بس عشان افرق ما بين ده وده وده وده. طيب. بالنسبه لمين؟ هل دكتور اسامه في الغالب في هذه القضايا بيعفى يعني بيحصل تصالح وبيرد الفلوس لاهلها ولا بفصل ملح وداب؟ هو اذا تم الرد اثناء تحقيقات النيابه العامه بيبقى الاعفاء وجوبي. نعم. اما اذا تم الرد اثناء المحاكمه يبقى هنا جوازي للمحكمه. واخد بال حضرتك؟ إضافة يعني تنقضي الدعوة الجنائية وجوبيا إذا تم رد كل الأموال المتحصلة أثناء تحقيقات النيابة. نعم. قبل إحالة الدعوة للمحكمة. والأموال هنا أصولها ولا أرباحها؟
لا المفروض باصولها. ما هو ارباح ايه ده اصول. انما النقطه المهمه اتفضل في عقوبة توظيف الاموال يحكم برد المبلغ ويعاقب بضعفه لاصحابه. لا طبعا يحكم برد المبلغ لاصحابه. ما يعاقب بضعفه للدوله اصحابه خلاص بقى ما لهمش علاقه بالكلام ده. من ضمن عقوبه 15 سنه سي حد اقصى 15 سنه وضعف المبلغ تاني يتسدد غرامه. اضافه لما قاله معالي اللواء بقى في نقطه مهمه قوي، انه لان الشروط في توظيف الاموال لا تكتمل ابدا فالنيابه العامه بتحيلها بقيد النصب في اغلب الاحوال. ودي مشكله كبيره جدا. دي توظيف الاموال او تلقي الاموال دي جنايه، النصب دي جنحه. بس فكره مثلا يقول لك انا ما طرحتش الموضوع للعامه، ده ابن عمي وابن خالي وابن خالتي ومش عارف ايه، هم دول بس واحنا عملنا المشروع مع بعض. الله، طيب احنا مش ثلاثة ولا اكتر. طب احنا ما فيش اصلا اتفاق مكتوب على توظيف الاموال. ففي حاجات كتير جدا بتقرج الموضوع من تلقي المحامي. ده هو ما هو فاهم بيعمل ايه. واخد بال حضرتك ده نصوص يعني نص قانون. برضو العقوبة مش رادعة يعني 3 سنين بالنسبة للنصب حاجة مش رادعة، هتخليه يطلع وينصب على ناس تاني يعني. طيب ما الناس بقى تاخد بالها، ما احنا قاعدين بندن يعني بقالنا 100 ألف سنة بنقول الكلام ده ومفيش فايدة برضه. مجلس النواب الآن هيمنع؟ نعم؟ هل الردع هيمنع؟ يخفف؟ مش هيخفف ولا هيخفف كمان. نظرة تفاؤلية يا دكتور جمال. لا مش نظرة تفاؤلية، الشخصيات ما تتغير. بس الشخصيات ما تتغير دكتور. عقوبة النصب تعرف صدر من سنة كام؟ 37. ايوه عايزين نعمل ده. ايوه بس هذه اللحظه دي نصابين يا باشا. سنه العقوبه هتغلى مع الدولار. لا هي فعلا ما هي 37 برضه. في السنه بتقول عقوبه توظيف الاموال من 84 وانا هذه اللحظه دكتور جمال حضرتك بتقول ان العقوبه احنا بنقول ان العقوبه غير راضعه، وحتى لو تضاعفت غير برضه مش الجريمه لن تختفي او النصب سيظل قائم. الحل فين؟ لا بص يا فندم، احنا المشكله اكلمك بقى بجزء يعني ان الناس تاخد بالها منه قوي. تمام. احنا دايما بنغفل التربيه. بنغفل دور التربيه. الاب والام بيهتموا اكل الولاد، لبس الولاد، مدارس الولاد، اشتروا شقه للولاد، اشترينا عربيه للولاد، ولكن عنصريه التربيه ان في سقف بين الصح والغلط، بين الرغبات والتحكم فيها او جموع الرغبات. احنا دي تايهه جدا. النهارده احنا للاسف الشديد احنا كنا بنتكلم زمان ان الشخصيه بتيجي من 3 عناصر، وراثه وتربيه وخبرات. 33 في 3 ب 99%، 1% لاصابه عضويه في المخ. النهارده بقول لك لا، 10% وراثه، 10% خبرات، 80% تربيه. ان كلنا اغفلنا دور التربيه الرئيسيه. التربيه دي تخلي ابنك عارف الصح من الغلط. النهاردة التربية دي اللي بتخلي ابنك يروح ينصب أو ما ينصبش، ابنك يتعرض للنصب أو لا، ابنك عنده حرمان عاطفة ولا، ابنك يروح لاضطرابات جنسية ولا. طب في حد يقول لك دكتور في ناس من أسر وواجهات ومتربين أحسن تربية واخدين أحسن شهادات في الدنيا، ومع ذلك في انتكاسة بتحصل في المجتمع التربية. يعني برضو ارجع للتربية، ما هي مصيبة. أيوة يعني أنا كان بقوم عملها علينا. لا هو يعني انتكس صحبة، انتكس لأي سبب الأسباب يعني. يا خوان لسه بقول لك إيه، أنت لو ربيت صح الصحبة مش هتعرف تأثر عليه. انا اسف، انت لو ربيت ابنك صح طلع بشخصيه طبيعيه الصحبه السيئه مش هتقدر. انا اسف، ما كلنا اتعرض علينا حاجات غلط. اقول لك حاجه ما كنتش المفروض اقولها على الهوا. اتصل بيا واحد من البلد، عيله فرويز ليها ارض في حته الفلانيه، ودلوقتي الدوله قالت لازم كل واحد حاطط ايده على الارض يسجلها. فعايزين الارض منك تيجي تسجل لنا الارض اللي دي ليك، وليك مبلغ كذا، مبلغ يسير له اللعاب. قلت له انا مالي، انا من الجزء الثاني من العيله. انت هتيجي بس بالبطاقه وهتمضي وهتستلم. والله العظيم اقسم بالله العظيم. ايه اللي منعني؟ هتاخد مبلغ ملايين يعني. وكتير. واي حد من الاسوق هيعرف الارض بتاعت عيله فاروز قد ايه. قلت له مش بتاعتنا، بتاعت ولاد عمان. دوروا عليهم. قال لي ما احنا مش عارفين. قلت له انا نفسي والله ما اعرف لهم مكان. انا اسف، ما اللي عايز ينصب اخي العزيز. هنا عندك عنصر رئيسي سياده اللواء قابل جرائم في حياته في المباحث قد كده، معالي الدكتور قابل في القانون. هتلاقي اللي تربى صح هو اللي بيخاف، هو اللي بيتردد، حتى لو اقدام على خطأ من الطمع يقول لك لا ما اطمعش. حكومة امان، البنك امان. لكن اللي دائما عنده حتة عنصر التربية
جشع في التربيه، المخدرات في بتيجي من التربيه الخطا، اضطرابات جنسيه بتيجي من التربيه الخطا، اضطرابات سلوكيه من التربيه الخطا. كل شوف علاقه الاب مع ابنه، علاقه الام وبنتها وابنها، وعلاقه الام مع ابنها، تعرف الولد ده هيمشي صح او هيمشي. اشكرك دكتور اسامه. احنا قلنا ان صور النصب اختلفت وتعددت، وقد استفاد النصابين في هذا الزمان من النصابين في الازمنه الماضيه، واصبح حتى نجيبوا نسب ارباح ما بقوش نسب الارباح اللي تشكك، مش العاليه قوي يعني، بس هي احسن من بنك. فبالتالي بالنسبه لي انا مقنعه يعني، برضو مش الرقم الاوفر يعني، اللي هو عادي ممكن اه فعلا يجيب ارباح كده يعني. الصوره دي شفتها قابلتها في حياتك ولا لا؟ اه طبعا، هو في تراكم معرفي في خبرات النصب يعني على مدار السنين. فطبعا هتلاقي كل حاجه موجوده بما فيها تقليل الارباح شويه، بس تفضل اعلى بكتير برضو عن البنوك، الضعف على الاقل. وبالتالي من في عقله مرض، يعني مش محتاجه قلبه، من في عقله مرض ما بيفكرش كويس بيلجا الى مثل هؤلاء. مختلفه من حيث الثقافه ومن حيث طبعا طبعا. والغريب ان في ناس يعتبروا من علية القوم لما كنت تسالهم بقى، وناس يعني مؤهلين ثقافيا ومؤهلين علميا. واحد زي حضرتك يقع في حاجه زي كده ازاي يعني؟ كان يقول لك ايه؟ ما بيردوش. هو اساسا دخل الموضوع دوت وهو يعلم في جزء في عقله بيقول له ده غلط، لكن الرغبه في استسهال الربح والثراء الزائد عن الحد بلا عمل هو اللي بيخليه يدخل. واخد بال حضرتك؟ فنرجع تالت لسيكولوجيه النصاب والطماع. دي حقيقه. طيب احنا نعمل ايه يعني؟ نقلل ازاي الموضوع ده؟ انا في ظني اولا هي مساله نشاه زي ما قال معالي الدكتور وسعاده اللواء، لكن في حاجه ممكن نعملها، تقليل الشروط التي يعاقب عليها عن توظيف الاموال. ده فرق جنايه من عن جنح. انا ليه بس بطلب ان يكون في شبه اكتتاب عام او دعوه الى العامه او الى الكافه؟ ليه؟ طب ما انا لو عملت كده مع مجموعه برضو اقع تحت طائله تلقي الاموال. ليه بقول ان التعديل اللي حضرتك تطلبه في النص ده ايه بقى؟ انه غض الطرف عن الشرط اللي بيتعلق بانه يكون الدعوه للكفه العموميه. طب انا ليه؟ ما هو الكفه ما هو هذا الشرط قضى على التجريم بتاع جرائم تلقي الاموال. ليه؟ عمر ما واحد هيقول هيحط اعلان في جورنال يقول يا جماعه تعالوا خدوا مني، تعالوا ادوني فلوس عشان اوظفها لكم، مستحيل. وبالتالي يجب غض الطرف عن هذا الشرط بالتعديل بالازاله. لا احنا نشجع الطرف مخالفه قانونيه. لا يعني رد الطرف من المشرع. لا استنى، رد الطرف من المشرع نفسه، واخد بال حضرتك؟ تمام. لا مشاحة حتى انا مش عايز اعاكس معالي اللواء يعني. وبالتالي انت بتشيل الكلام دوت، بتشيل الكلام ده معايا شويه بس. وبالتالي بتشيل الكلام ده، بتخفف من الشروط بتخفف من الشروط المتعلقه بالتجريم بتاع جرائم توظيف الاموال حتى يمكن ان تجرم عنها. انما النص بهذه الصوره نادرا ما هتلاقي جريمه توظيف اموال. ولما بتروح الاموال العامه يقول لك في الاخر احنا هننزلها لك نصب، لان توظيف الاموال او تلقي الاموال غير متاح. مش غير متاح، الشروط بتاعته غير متاحه. تمام. الحل بقى يا ست اللي هو شايفه في الاخر فين؟ لا هو الحل طبعا، انا يعني معذره يعني طبعا ده سؤال بعيد تماما عن موضوع الحلقه الاساسي، لان ده التجريم يعني تغليظ التجريم بيتجه فيه يعني 75% هي هيوز من علماء الفلسفه العقاب الى اليه، وهو هناك معارضين ليه. ليه برضه بنقول ليه؟ ماذا هذا التضاد في وجهه النظر؟ لان في قاعده قانونيه مستقره عليها، وهي ان براءه متهم أحب إلى القانون من إدانة بريء. القاضي أساسيات عمله براءة متهم أحب إلى القانون تبرئة من إدانة بريء. ده شوف من حساسية عدالة القضاء. مبدأ رئيسي عندهم. فأنت طالما أنك غلصت العقوبة فكل ما هو بيتحسب في توقيع العقوبة. طبعا أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقاب. تمام. فدي حتة بتخوفه. لكن لما احنا بنقول ياخد حكم وفي حال رد المبلغ فيها عفو توقف العقوبة أو يحكم بانقضاء العقوبة، ده بيخلي القاضي أسرع أسهل أيسر أجرأ.
ان يوقع العقوبه عشان يخليك انت ايه تسدد. تمام. اول ما تسدد يشيل منك العقوبه، يبقى دي موجوده زي ما قالها اثناء التحقيقات شيء واثناء المحاكمه بشيء. دي قصة أنا من الأعضاء اللي كنت ميال إلى هذا الإجراء في أثناء فترة انعقاد المجلس معايا. لكن أنا النهاردة عشان أنا أجي أقول نغلظ العقوبة نخليها إعدام، لا أنا خليها إعدام، لا ما هو إعدام أنت كده خليتها إيه، مش هفيش حد هياخد إعدام، مفيش قاضي هيحكم، هتبقى إيه بقى كل واحد بقى خايف بيتوجه سخيف، بيتوجه سخيف اللي ربما يكون هناك في شيء. نعم ده شيء. طبعا الكلام اللي قاله اخونا الفاضل الدكتور طبعا ده يعني مش التربيه بس، احنا بنقول التربيه والتوعيه. نعم برضه نقول الدوله بتوعي دلوقتي ولا بتوعيش؟ لا الدوله بتوعي حاليا دلوقتي، لجأت الدوله الى التوعيه. يعني زي موضوع على سبيل المثال الجريمه الالكترونيه اللي ظهرت عقب ظهور الانترنت والحاجات دي كلها اللي بدات تتفاقم من سنه 2015 تقريبا، و2015 2016 بدانا نطلع اول قانون للجريمه الالكترونيه. وبدأت الحكاية الجريمة الإلكترونية بتتطور معنا، احنا في نصوص ليها طلعت لها أربع خمس قوانين في هذا الشأن. لأن النهاردة ممكن من خلال التليفون وموبايلات بتستقطب ناس، بتوقع ناس فريسة، بتعمل بتسوي، في ناس ممكن تكون متهمين من خارج البلاد وفي متهمين من جوه البلاد، ويقول لك انت اللي بتروح تحول فلوسك من بنك لبنك من حساب لحساب كده يعني. طب النهاردة الدولة في إعلان النهاردة بيقول لك اوعى تدي مش عارفة بياناتك للحاجات اللي أي حد يسألك، البنك مش هيسألك على نمر مش عارفة إيه، في توعية. طبعا دور الأسرة، دور العبادة، دور الثقافة، الحاجات دي كلها دي أنا بعتبر معذرة يعني دورهم بيتراجع في المجتمع. ليه؟ دور بيتراجع. انت اعتقد انك متزوج ولي امر، ممكن تسال نفسك برضو. تمام. يعني ده دور بيتراجع مجتمعيا، مش لا. مش 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 لازم مش اسره ممدوح او اسره عمر او اسره اي حد، لا. هو مجتمعيا دلوقتي نظرا يعني زياده الطابع الفردي في المجتمع واعداد الناس الكثيره. زمان كان في حاجه اسمها العيبه، في حاجه اسمها الكبير كبير والصغير صغير. الحاجات دي كلها كل مالها نعم هي صحيح ارتفاع حتى دور الكبير في العيله. كنا بنتكلم في بالظبط. طب دكتور جمال في 30 ثانيه تختم بيه تقول ايه؟ كل واحد، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. كل واحد فينا مسؤول عن نفسه. وكل واحد عارف الصح من الغلط، الحق بين والضلال مبين وبينهم شبهات، كل واحد فينا عارفها ومع ذلك بيخدم على الخطا نفس سوء النيه عنده جوه شخصيته. زي ما معالي الدكتور قالك هو بيبقى عارف من الاول وهو محرج يقولك انه اتنصب عليه ان هو عارف انه دخل في خطا، واحيانا بيبقى داخل في خطا وعارف من المصدر ان ده خطا او ان هو ده هيلعب بفلوس انا اسف في حاجه غلط، ومع ذلك بيغطي عينيه طمعا في المال. نعم. ان هو برضه سيكولوجيه انا طماع، انا عايز المال الربح البسيط. ما بيعرفش ان البركه فيما اعطاه الله بالخير. نعم. ما احنا ممكن نجيب فلوس كتير بس ربنا مش بارك فيها، زي ما بتيجي باليمين بتجري او هي ما بتجيش باليمين، طبعا هي بتيجي بالشمال وبتجري اسرع ما بتيجي. ولكن احنا دائما وابدا نربي ولادنا. انا ليه دايما بربي بتكلم على التربيه بالذات؟ انا النهارده انا عامل 12 كتاب ان شاء الله. في كتاب ال 12 ده انا قاعد بعيط ليه؟ ان انا بكتب قصص حقيقيه. كل المصايب لهؤلاء الضحايا سواء بنات او ولاد ارجع للاب والام وسوء التربيه. اقسم بالله ده حاجات حقيقيه. نعم. كلها سوء تربيه، سوء تربيه. اب كان سيء، الام كانت سيئه، الاب كان بتعطي مخدرات، الاب كان كذا، الام كانت كذا، الاب كان كذا. يا اخي العزيز انا لسه والله العظيم هذه قصه حقيقيه يا دكتور. الاسبوع اللي فات كان عندي مريض هو بيتعالج من مرض معين وليه فتره، والحمد لله بقينا اتحسننا وبقينا كويسين وبننهي العلاج. فبعد ما قام الراجل ده من الصعيد، بعد ما قام وقف كده وقف عند باب المكتب وبالي قال لي يا دكتور عايز اقول لك حاجه، وراح اجهجه في البكاء. عمره كان سنه 64 سنه. بيقول لي انا في موقف شفته وانا عمري 5 سنين انا مش قادر انساه لغايه دلوقتي كذا. يعني انا ما يهمنيش الموقف، ولكن انت واحد عمره 64 سنه ان موقف مأثر عليه هو عمره 5 سنين حتى يومنا هذا 59 سنة هذا الموقف زي السكاكين اللي بتقطع. اشكرك 30 سنة دكتور اسامة.
والله هو يعني اختصارا هي جريمه يشترك فيها المجني عليه. نعم. في حقيقه الامر يعني. بس المجني عليه غير معاقب. طب انا بقى عايز اعاقبه بس بصوره خفيفه شويه، ان رد الاموال يبقى للدوله مش ليه. يا الله. بس شكرا. يلا مع السلامه. دي حاجه انا رسالت الدكتوراه بتاعتي بشرك ان هي حاجه غير شرعيه. انا عايز اقول لك حاجه، انا رسالت الدكتوراه بتاعتي عن دور المجني عليه وبشرك بالاسم ان شاء الله. استنى بقى مش هو ده غلط ولا ما غلطش؟ هو عارف المجني عليه ليه دور في الظاهره الاجراميه. الراجل ده لما يعمل كده هو يعلم وهو داخل برضه عارف انه غلطان، يبقى لما يترد المبلغ ما يروحلوش. انا لو طبقت هذا الكلام، انا هو واحد بقول لك، انا دكتور قانون جنائي وبقول لك 10% من جرائم توظيف الاموال بس هي اللي هتظهر، الباقي كله هيختفي. هو كده هيحجم عن تقديم بلاغ ضد الجاني. طب ما هو ما ايه دور المباحث بقى وايه دور الجرائم الالكترونيه؟ ما انت هتعمل ايه؟ الفكره كلها باختصار شديد ان انت لازم يعني ما فيش حد دايما، هي جريمه مشتركه بين الجاني والمجني عليه، النصب عاده مشترك بين الجاني والمجني عليه. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيوفي هذا اللقاء، الدكتور اسامه ناصر استاذ القانون بكليه الحقوق جامعه عين شمس، شكرا جزيلا دكتور، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. ايضا الدكتور جمال محمد فلويز استشاري الطب النفسي، كل شكر وتقدير حضرتك. العفو. ايضا معالي اللواء ممدوح مخلد الخبير الامني، كل شكر وتقدير حضرتك، ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه وغيرها من حلقات من الحياه موجوده على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه عمر الحنبلي وصفحه قناه الرحمه بعد عرض الحلقه مباشره ان شاء الله. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعة، وملف جديد من ملفات من الحياة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.